محاكمة قطر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف. الانتقادات هالت على النظام القطري خلال أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أيرلندا طالبت وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب وإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام نهائيا. إيطاليا واليابان طالبتا الدوحة بوقف التمييز بحق المرأة والعمال الأجانب. أما نيجيريا فطالبت الوفد القطري بتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بحقوق العمال. السعودية من جانبها طالبت قطر باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران وإزالة العقبات أمام أداء القطريين للحج والعمرة. أما مصر فطالبت قطر بوقف نزع الجنسية التعسفية والتوقف عن تقديم الدعم للمنصات الإعلامية التي تبث العنف والكراهية. فيما طلبت البحرين النظام القطري بحماية حقوق العمال الأجانب ومنع السخرة يومك مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. طلبات في المحفل الأممي تحمل في طياتها اتهامات للنظام القطري بالاستمرار في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وأن سجل الدوحة الحقوقية ما زال ضمن الأسوأ في العالم.